زراعة الشعر، دكتور محمد روبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعتقد الكثير من الناس أن تساقط الشعر يحدث نتيجة أسباب غير صحيحة كتغطية الرأس والقشرة وكثرة الاستحمام وتلوث الهواء أو كثرة التفكير. كما يلجأ الكثير من المرضى إلى ممارسات خاطئة لمحاربة تساقط الشعر قد يكون ضررها أكبر من نفعها كوضع زيوت وتدليك بالثوم أو تقليل من الاستحمام. ومما يجدر التوقف عنده هو الاعتقاد الشائع بأن قص الشعر بألموس يؤدي لتقويته، والحقيقة أن قص الشعر بشكل قصير يقلل من ملاحظة الشعر المتساقط، في حين أن تساقط الشعر الطويل يكون واضحا، أي لا تتأثر نسبة الشعر المتساقط بالقص. هنالك نوعان من الشعر لدى الذكور والإناث: الشعر الدائم على جانب ومؤخرة الرأس، والشعر المؤقت على منتصف ومقدمة الرأس، والمبرمج وراثيا للتساقط. إن السبب الرئيسي لتساقط الشعر عند الرجال والنساء هو وراثي المنشأ، وهو عبارة عن حساسية زائدة موروثة لهرمون الذكورة لدى الجنسين على حد سواء. ويوجد أسباب أخرى كالولادة وكالحمى الشديدة وبعض الأدوية وفقر الدم والغدة الدرقية واستعمال المواد التجميلية للشعر والثعلبة والتغيرات الهرمونية الحادثة خلال سن اليأس وزيادة نشاط هرمون الذكورة. الوسائل الممكنة لاستعادة الشعر المفقود: أولاً الأدوية. هنالك العديد من المستحضرات في الأسواق يدعي منتجوها بأنها تفيد الشعر لكنها لم تثبت فائدتها. الأدوية الوحيدة التي أثبتت الدراسات العلمية بعض الفعالية لها هي الموسيديل والبروبيشيا. ثانيا الشعر الاصطناعي والمستعار، يطلق مروج هذه الطريقة لقب معالجة الشعر بدون جراحة، ويعدونك بشعر طبيعي في يوم واحد بدون عملية. ما يقولونه صحيحا، فهم يستخدمون شعرا طبيعيا يقتصونه من أناس آخرين أو شعرا اصطناعيا ويثبتونه في جلدة الرأس بطرق متعددة. هذا الشعر لا ينمو نهيط عن الكلفة الباهظة للعناية به والالتهابات التي قد يسببها والمواقف المحرجة التي قد يوقعك بها. ما هو الحل إذن؟ إن زراعة الشعر الطبيعي هي الحل الطبي الوحيد والدائم لتساقط الشعر. كيف تتم زراعة الشعر؟ إن زراعة الشعر تعتمد على نقل فصيلات شعر سليمة من مناطق الشعر الدائم في الخلف والجوانب إلى المناطق المصابة بالصلع في المنتصف والأمام بدون أن يتغير منظر الشعر في الخلف. خطوات زراعة الشعر: عملية الزرع تستغرق نحو 4 إلى 6 ساعات، يكون المريض خلالها جالسا يتمتع بمشاهدة التلفاز وتناول أطعمته المفضلة وبدون أي آلام، لأنها تتم تحت تخدير موضعي. هناك أشكال مختلفة للصلع، فهناك 7 درجات للصلع عند الرجال، بينما في النساء 3 درجات فقط، وتزيد نسبة الصلع كلما زادت المسببات له، وحينئذ يحتاج لعدة جلسات. يتم أخذ شريحة من الجلد تحوي الشعر والبصيلات من مؤخرة الرأس بعرض 10 وطول 2 سنتيمترات. يتم تقطيع هذه الشريحة لأجزاء صغيرة قطرها 1 مليمتر وتحوي كل منها على 2 أو 3 بصيلات. يتم عمل فتحات صغيرة يتم فيها الزرع. يضمد الشعر بضماد خفيف تتم إزالته بعد 5 أيام،
يعاود المريض بيعديها حياته طبيعية. يبدأ الشعر المزروع في النمو بعد 3 أشهر من الزرع ويبدو طبيعي المنظر، وتزداد كثافة الشعر المزروع بعد جلسة أو جلستين إضافيتين. إن استخدام أحدث التقنيات الطبية تضمن استعادة شعرك بشكل لا يمكن تمييزه عن الشعر الذي في السابق، وسيبقى الشعر الجديد حيا مدى الحياة. يطول فتقصه، تستحم به، إنها النتيجة التي صبرت إليها منذ سنين.